هذا وقدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف توقعات مستقبلية للعام 2023. وفي سلسلة تغريدات على تويتر، توقع ميدفيديف ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولار للبرميل، أيضا تجاوز سعر الغاز 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب. كما أيضا أشار ميدفيديف إلى أن المملكة المتحدة قد تنضم مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد سينهار بعد عودة المملكة المتحدة، إذا بالإضافة إلى إلغاء العملة أي اليورو. بالإضافة إلى ذلك، توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن تندلع هذه الحرب الأهلية في الولايات المتحدة وتنفصل كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين. وردا على هذه التوقعات لميدفيديف، قال المسؤول السابق بحلف الناتو نيكولاس ويليامز للشرق بأن هذه التوقعات لميدفيديف تهدف إلى إثارة القلق في الشعوب الغربية وطمأنة الروس. نستمع إلى ما قال. Well, the main aim is to capture headlines, and secondary aim is to reassure the Russian public that everything is going well in terms of the war in Ukraine. Unfortunately for Mr. Medvedev, it's not going well. And the third point is to frighten the West, particularly people who are uninformed, frighten the West that the 2023 will be even worse than 2022. So it's a propaganda effort.